يا أخواننا ببساطة شديدة، شوف أنت لو ما رضيت بحكم الله في العباد ديل، ده غني وده فقير، ده يسكن في بيت وانت بيت ما عندك، ده يركب سيارة وانت تركب المواصلات. لو ما رضيت بحكم الله سيمتلئ قلبك بالحسد ويمزق أحشاءك الحسد ولن تغير شيئا، ما حد غير حاجة، أحسد ساي زي ما داير ما بتغير شيء، والله صح. لذلك الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يعلق قال: تجد الحاسد دائما مهموما مغموما. ليه؟ قال: لأن نعم الله على العباد تترى. النعم كثيرة على العباد، يشوف ده راكب سيارة، وذاك ما شاء الله بارع وشاطر، وهذا ذكي في مهنته، وهذا تقدم، وهذا عمل. نعم الله على العباد كثيرة، والحاسد يتقلب في النيران ولا مخرج له ولا مناص. عشان كده تلقاه مهموم مغموم، كل ما شاف لزول كره النعمة اللي هو عليها، كل ما شاف لزول تمنى لو أن تزول نعمة الرجل وتأتي إليه. وهكذا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا. الحسد مرض عجيب، كثير من الناس اليوم، كثير منهم. عشان كده الشيخ ابن عثيمين يقول: والحسد يكون في المتفقين في المهنة الواحدة، فلا تجد نجارا يحسد معلما. يا أخي الحسد يكون في الناس المتفقين في مهنة، تاجر بيحسد لتاجر زيه، نجار بتلقى بعين للنجارين بس، يحسد نجار زيه، الزبائن كلهم بيجوا وبيشتغلوا عنده كده بيحسد النجار ده. وهكذا يكون في أصحاب المهن. قال: فلا تجد نجارا يحسد معلما ولا فقيها. ولذلك عباد الله الداء خطير ويمزق الدين، عشان كده بتلقى كثير من الحساد يحرص على أن يكذب ويشوه صورة من يحسد. يقف في الأعمال البسيطة، لو زول بيبيع له طعمية في السوق والجنب ده شايف الناس كلهم بيشتروا من ده، ما بيشتروا منه، يحسدوا فيها. بعد شوية يقعد يطلع في إشاعات يقول لهم ده بيستخدم زيت مكرر، ها طعميته دي انتوا ما عارفين انه بسواها بشنو. يا زول انت بتكذب ليه؟ كله من الحسد. ده طعمته لا كعبه ولا شيء، كويسه ما فيها مشكله، لكن حسدا من عند نفسه. زول يشوف زول ما شاء الله مسكنه طيب وداره جميل يقول لك: شايف دين الحراميه شايفون؟ يا اخي حرامي كيف يا اخي؟ يا اخي ده ما حرامي، ده الله اداه. انت بتقول الله اداه يا اخي، يقول لك: شايف الحراميه؟ شان الله اداه، ترى الله ما اداك ولا شو. مرض عجيب، مرض خطير. ولذلك الان معظم الفتن التي تقع بين المسلمين سببها هذا المرض. ذول يتقدم عليه ودار ينتهي منه. ومن علامات مرض الحسد، من علاماته أن من تحسد إذا أصيب بنقمة تفرح. يعني زول تاجر وأصيب بجائحة في ماله وانت بتحسده، أول ما أقول لك فلان داك والله تخيل الدكان بتاعه اتحرق يا أخي، انت بقلبك تقول: يا سلام يا أخي، ما الحمد لله يا أخي، ليه ده حسد منك. ومن علامات طيب النفس وعدم الحسد أنك تتألم إذا أصيب أخوك المسلم بمصيبة، تتألم له وتتأثر: يا سلام يا أخي، إن شاء الله ربنا يرفع عنه الأذى ويرفع عنه البلاء. وهكذا. ولذلك عباد الله يحرص الإنسان على نقاء قلبه من الحسد، والحسد كما قال شيخ الإسلام: أن تكره نعمة الله على العبد المعين، أو أن تتمنى زوالها، وهذه درجة أرفع وأسوأ في الحسد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.